تنضم إلينا من باريس مراسلة الغد ماريا مصارع. ماريا، انسحاب الكونفدرالية العامة للشغل والتي تقود إضرابا منذ أسابيع، ما الذي يمثله والتفاصيل لديك حول هذا الانسحاب؟ نعم صلاح، هذا الانسحاب سيشكل ضغطا جديدا على التسوية التي قد توصلت إليها شركة توتال إنرجي، وهي الشركة المسؤولة بشكل رئيسي عن هذه الإضرابات، حيث يطالب العمال برفع الأجور، وتوتال إنرجي كانت قد رفضت ذلك. هذا الإضراب دخل يومه 18، والوضع في البلاد متأزم للغاية فيما يخص يعني تزويد السائقين بالديزل وبالوقود، وهي المرة الأولى في الحقيقة التي نشهد فيها هكذا أوضاع في البلاد. يعني هناك إضراب قوي جدا، ويبدو بأن التسوية اليوم جارية، ولكن انسحاب هذه الهيئة العمالية النقابية ذات الوزن الثقيل ممكن أن يشكل ضغطا، خاصة وأنهم دعوا يوم أمس إلى إضراب عام أكبر يوم الاثنين المقبل يشمل قطاعات أوسع. قد يتم تسوية هذه خلافات فيما يخص الوقود نتيجة لضغوط حكومية واجهتها شركة توتال لترفع من الأجور للعمال المضربين، ولكن الأزمة يعني قد تحل الأسبوع القادم، ولكن سيكون هناك موعد جديد مع إضراب عام يشمل قطاعات أخرى نظرا لتأثر البلاد أيضا بموجة ارتفاع للأسعار تشمل مصادر الطاقة الغاز والكهرباء. هذه المسألة أثرت بشكل كبير على الاقتصاد الفرنسي وعلى القطاعات الصناعية بشكل عام. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقابلة قبل يومين مع قناة فرانس 2 أكد بأن هذه الأزمة، على الأقل أزمة الوقود الحالية التي ليست بسبب نقص الوقود وإنما بسبب الإضرابات العمالية، ستشهد يعني حسما ونهاية في بداية الأسبوع القادم، ولكن هذا الأمر الطارئ وهو انسحاب هذه الكتلة النقابية الهامة من هذه المفاوضات، لا بل إنهم اعتبروا بأن هذه الإجراءات هي عبارة عن سخرية من المطالب الحقيقية، وعبروا عن غضبهم في الحقيقة هذه الدعوة وهذا التجدد في نبض الشارع للإضراب الاثنين المقبل سيكون مكلفا أيضا على شركة توتال إنرجي، وأيضا في قرارات الحكومة الفرنسية التي لأول مرة تحدثت عن إلحاح قد يصل إلى أن تصدر أوامر وتعليمات حكومية للضغط على الموظفين للعودة إلى عملهم. يعني هذه مشاهد في الحقيقة نادرة، ولكن يعني يبدو بأن العمال حققوا على الأقل جزءا يسيرا من مطالبهم، كانوا يطالبون 10%، ويبدو بأن توتال إنرجي سترفع الأجور بنسبة 6% لحل هذه الأزمة المعقدة. ماريا مصارع مراسلة الغد كنت معنا من باريس، شكرا جزيلا.